الحرية الحرية للصحافة التونسية. هي مسيرة لإعلام الرأي العام، للتنديد، للتحذير بالخطر الداهم الذي يواجه حرية الصحافة في تونس. أنا بحر، صحافة مستقلة، حريات حريات. الخطر كان موجود طيلة العشر سنوات الفارطة للأسف، ولكن بعد 25 جويلية الخطر تضاعف وكان أعنف وكان أشمل للقطاع. يوسف الشاهد وهذا القمع الذي سلط على الصحفيات والصحفيين في أجل